السلام عليكم شبيبة أخ عمار، أخويا راك سهران أخويا، قولك مازالك سهران أصاحبي، الأخت نزيهة وعليكم السلام، أخ أحمد حفاصي أصبر شوية أصاحبي. أخ أمير فوزي مولود سمير عبدو رؤوف أخ عبد الحليم وشم أخ عبد النور أخ نور الدين ثابتي أخ يوسف حسام جعبوب أخ فواز ما تقلقش روحك الأخ عمار صبر شوية برك أخ تاع قسنطينة أخ طيب حمو صابر ما الاخ عباس نديرو مداخله الاخوه الان مانيش نقرا في التعليقات صبروني ندير مداخله نحاول قدر الامكان على جال باش ننوركم بالشي اللي نقدر الناس اللي ينزعجوا من المداخلات ماكمش محتومين باش تتبعوا يعني بامكانكم هو ان تنصرفوا خاصه ونحن في وقت متاخر من الليل كاين الناس اللي راهم ربما في كندا او في امريكا او في اماكن مختلفه ربما يساعدهم الحال الاخوه اللي راهم في الجزائر عارف باللي راهو وقت متاخر من الليل رانا الان جوزنا الوحده نتاع الليل التوقيت نتاع فرنسا وعارف ايضا في المقابل كاين الناس اللي غدوه يصبحوا مريحين وكاين الناس اللي الان راهم شاركوا اليوم في المسيرات وكاين منهم اللي راهم ربما حتى شموا الغاز في العاصمه راهم ديخانين من الغاز وبالتالي راهم يحوسوا يريحوا المهم اللي راهو تعبان يروح يريح راهو قادر غدو فيما بعد يعاود يتبع المداخله نتاعي نحاول هو انه ندير مداخله فيما يتعلق بالشيطانه نتاع الحراك و الاهداف نتاع التحقيق تاع الاهداف تاع الحركه كلكم يعني خاصه من الناس يعني اللي يعني يتعاطوا السياسه بشكل او باخر سواء كانوا ناشطين سياسيين او كانوا نقابيين او كانوا متابعين للشان السياسي في الجزائر يدركون جيدا من ان الجزائر درك منذ سنوات وهي تعاني لازمني ندير تمهيد باش نجي فيما بعد نتحدث على الشيطانه ونتحدث على التحقيق نتاع الاهداف نتاع هذا الحراك لازمني ندير تمهيد والناس كلكم على بالكم باللي كان بوتفليقه مريض وكان هناك صراع حول من سيخلف بوتفليقه وبالتالي كانت فيه عصب الناس اللي عندها مصالح سواء تعلق الامر بمصالح سياسية أو بمصالح مادية أو بمصالح استراتيجية خطر القضية هي لا تخص فقط الجزائريين فيه دول اللي عندها مصالح استراتيجية في المنطقة بدون ما نضل داخل في التفاصيل فقط عناوين بالتالي الصراعات هذه ليست وليدة اليوم يعني حنا دوك لما نجيو للشيطانه هذه نتاع الحراك لازمنا نفهموا هذا الامر اذا ما فهمناش ما نقدروش نفهموا فيما بعد شكون هو اللي راهو يحرك شكون هو اللي راهو يشعل في النار لازمنا نفهموا في البدايه اذا كاين هناك صراعات يا هل ترى هذه الصراعات هي وليده اليوم بالتاكيد لا ماشي وليده اليوم والصراع اللي الان راه موجود
مش فقط في الجزائر، في ليبيا، في سوريا، في العراق، هذا راهو كله امتداد، كله امتداد. الجيش الجزائري راهو مستهدف ليس من الآن، والجيش السوري مستهدف ليس من الآن، والجيش العراقي والجيش المصري مستهدف ليس من الآن. وكنت تحدثت في تسجيلات سابقة راها منشورة على موقع اليوتيوب، وبإمكانكم هو أنه تعودوا تراجعوها، لا سيما من الإخوة اللي ربما ما يعرفونيش، فقط اكتبوا نور الدين خبابة في اليوتيوب، لا سيما من الناس اللي ربما هذون راهم الآن يعني عرفوني عن طريق الفيسبوك، والله بإمكانكم هو أنه تدخلوا اليوتيوب وتسمعوا مداخلة نتاعي المتعلقة بليبيا ومصر والجزائر وتونس، ماشي الآن في 2019، في 2011 لما بدأ الحراك في تونس وبدأ الحراك في الجزائر. قلت لكم باللي الجزائر راها مستهدفة، وقلت لكم باللي راها في التسجيلات الجزائر راها مقدمة على فتنة عمياء، ماشي في 2019، في 2011 الجزائر راها مقدمة على فتنة عمياء. لذلك أيها الجزائريون، ما تكونوش انتوما وقود لهذه الحرب، هذه فيه أطماع تستهدف الجزائر. أنا مش تخوف فيكم، راني نحكيكم في واقع، فيه أطماع، فيه ناس اللي هما مش من صالحهم هو أنه يحدث حراك سلمي، مش من صالحهم هو أنه يكون هناك تغيير حقيقي، تغيير اللي هو يقف بالجزائر وتصير دولة سيدة في المنطقة، لأنه عارفين باللي إذا صبحت الجزائر دولة سيدة في المنطقة، عارفين باللي الجزائر وهذا الحراك في الجزائر راهو رايح يؤثر على دول أخرى، من بينها المغرب، من بينها تونس، من بينها موريتانيا، من بينها ليبيا. ماذا بهم هما باش تبقى ليبيا تحت النيران نتاع الحرب؟ ماذا بهم باش يبقاو الليبيين يقتلوا في بعضهم بعض؟ السم نتاعهم هي المصالحة، السم نتاعهم هي المصالحة، السم نتاعهم هي الوحدة. هما ماذا بهم باش الناس تبقى متفرقة، باش يبقاو هما يمصوا ويبقاو هما يحلبوا في الثروات ويحلبوا في الطاقات. لذلك لازمنا نفهم بداية هذا الصراع. كاين بعض من الناس اللي مرة على مرة يشوف لك في الحراك علم نتاع فلسطين يقول لك انا واش دخلني، يقول لك انا واش دخلني، وعلاه راك تربط فيا انا بفلسطين، شئت ام ابيت انت مربوط بها. واش دخل فرنسا في افغانستان؟ واش دخل امريكا في افغانستان؟ واش داهم لثما؟ علاش رايحين لثما؟ واش دخلهم في العراق؟ راحوا هما من اجل سواد عيون نتاع الخليج هذو نتاع العرب. واش دخلهم في سوريا؟ واش دخلهم في لبنان؟ واش دخلهم في ليبيا؟ واش دخلهم في اليمن؟ واش دخلهم؟ مشكل عربي عربي، خلي الناس تحل الامور تاع يا سيدي. واش دخلكم في الجزائر؟ جزائريين راهم هما انتفضوا على هذه السلطة، حابين سلطة واحدة أخرى، واش دخلكم نتوما؟ واش حيركم؟ خليو الجزائريين هما يتولوا الأمور تاعهم. إذا كاين هناك يد راها تخلط ليس من الآن. باش ما نضلش نغوص أنا في الأمور التاريخية، لازمكم تعرفوا باللي الجزائر راها تعرضت للاستعمار مقيت الدم أكثر من قرن وثلاثين سنة، وبالتالي فرنسا منذ الأيام الأولى نتاع الاستقلال كانت عندها اليد نتاعها، ومازالها متواجدة إلى اليوم.
بوتفليقة لما كان يجي يداوي وين كان يداوي؟ كان يداوي في فاردو غراس. عندهم هما الأسرار نتاع الدولة الجزائرية على بالهم بها، الشعب ما على بالوش بها. وكاين بعض من بعض الحمقى وبعض البلهاء وبعض كذا، لما تكلم انت يقول لك ايه وانت يا وراك انت يا انت في فرنسا انت يا وعلاش انت قاعد في فرنسا وتتكلم. لو كان ما جيتش انا لهنا لفرنسا، لو كان ما درستش انا لهنا في فرنسا، درست اللغه نتاعهم وشفت العقليه نتاعهم، ما تكونلكش هاد القناعه هذه، ما تعرفهاش. تجيل ثم راك قاعد ثم عمرك لا خرجت والله، وقاعد انت الناس هذول، وهذا الناس اللي راهم دركهم الان في الخارج وراهم درسوا في الجامعات وراهم دركهم تعلموا علوم وكذا، الامور اللي راها عندهم والقناعات اللي راها عندهم ماشي انت كيما نتاع واحد اللي راه عمره لا خرج. بالتالي دوك حتى يعني لو كان بعض من الناس يقول لك شغل زعما كيما يقولوا في البلاد حكم الاسد هذاك حكموا منه من وذنيه، زعما كيقول لك زعما شغل انت راك في فرنسا كي شغل زعما دار لك عقده مسكين يا حليل. سيدنا موسى وين تربى تربى في البيت نتاع فرعون بدون ما ندخل في التفاصيل، عايش في فرنسا نتحدث باللسان نتاعي، محافظة على الشخصية نتاعي، محافظة على التقاليد نتاعي، وندافع على بلادي. بعض المرضى ما تعنيو لي والو، عارف باللي كاين منكم ناس اللي راهم مكلفين بمهمة الهدف نتاعهم هو على جلب باش هما زعما في اعتقادهم انه يطيحوك المورال تاعكم. والله مانيش نقرا في التعليقات نتاعكم اصلا، ما بيش بي فيكم. كاين بعض الناس اللي راني نخاطب فيهم انتوما لا تعنوا لي شيئا، على باليش فيكم. نخاطب في ناس اللي راه عندهم عقول وراهم يفهموا الكلام تاعي. اذا الاخوه والاخوات، القضيه هذه نتاع الصراع ليس وليد اليوم. بالتالي درك كانوا ناس يحوسوا على الخليفه نتاع بوتفليقه، وبداو منذ مده وهما يسعوا على جال باش هما يحطوا الخليفه. ساعدوه هذاك بن فليس، ساعدوه وفيما بعد خرجت لهم دواس. وتعرفوا باللي في الوقت هذا نتاع بوتفليقه ما بقاش هذاك النفوذ الفرنسي اللي كان موجود في السابق وقت نزار ووقت كذا، لانه هو بحكم العلاقات نتاعو، علاقات وكاين بعض من الناس اللي راهم حاسبين باللي بوتفليقه هذا راه ما ربما في الجزائر تحت الوصايه نتاع العسكر، ولا ربما. ولكن لازمكم تفهموا باللي بوتفليقه في شخصه، مش نهضرك في الجزائر، في شخصه عنده علاقات لما كان وزير خارجيه، عنده علاقات مع الصين. كاين بعض الناس اللي ربما ما يعرفوهاش، ايوا الصين كي تهضر على الصين تعرف شي الصين ولا ايوا الروس تعرف شي الروس ولا عنده علاقات مع الصين، وعنده علاقات مع الروس، وعنده علاقات مع الدول نتاع الخليج، بحكم هو انه كان في الفتره نتاع التسعينات وفي الفتره لما خرجوه من الحكم والله كان متواجد تما، وبالتالي هو عنده علاقات وطيده. ومن بعد دركا كاين الناس اللي هما كانوا يسعوا من اجل باش هما ينحيوه، الان دوك واش اللي غلبوا المرض برك، هذا ما كان غلبوا المرض. وقلتها لكم في تسجيلات سابقه ونعاود نكررها، قسما بالله لو كان جراه في صحته، لو مانيش ندافع عليه، راني نحكي لكم في الواقع. كاين بعض من الناس لما انت تجي تحكي له على حاجه يعتقد فيك باللي انت راك تدافع عليه، مانيش ندافع عليه، نحكيك في واقع. وكاين بعض من الناس لما انت تكلمت مثلا كلام في وقت سابق على بوتفليقه
يجي دوك انت وهو مريض تتكلم كلام واحد اخر يقول لك انت هاك متناقضه مع روحك، كيفاش البارح انت كنت تقول كذا ودوك قلت كذا، كنت نقول كذا لما نهار كان بوتفليقه يجري ويمشي ماشي ودرك هو طايح. النهار اللي كان يجري كنت نقول فيه كلام اللي كان ما يجرى حتى واحد يقوله، ودركا راهو طايح واش تكلم فيه انت. بوتفليقه اذن هو والله العظيم لو كان بجاب صحته والله يا هذا القايد صالح غير بمجرد تسجيل فيه زوج دقائق ما تزيدوش تعاودوا تسمعوا بجدو نهائيا. يخرج غير فرنسا برك يدير تصريح بالسلامه بالعافيه. هذا خوه تحت الابتزاز، وراجعوا التسجيلات نتاعي راها موجوده نهار اللي كانوا ناس حاسبين هذا باللي سعيد بوتفليقه. كنت نقول لكم باللي هذا سعيد بوتفليقه راه مفعول به ماشي فاعل، مفعول به. وقلت لكم باللي راهو ما يقدرش هو يدير اشياء بدون الاستشاره نتاع القايد صالح، ونهار اللي يصرى مشكل بيناتهم البقاء للاقوى. كلام تاعي راه مسجل وموثق. درك اذن هما كاين هناك صراعات، الصراعات هذه راها موجوده ليست وليده اليوم وانما قديمه، والصراع حول السلطه وحول الموقع الاستراتيجي نتاع الجزائر مثل ما قلت لكم منذ قليل. الان درك هما بعد هذه العهده الرابعه بعد ما وصلش هذا ما وصلوش واسمو بنفليس، بداو بطبيعه الحال هما الناس راهم يوجدوا ويحضروا. درك لما لحقت هذه المساله نتاع العهده الخامسه في البدايه كما كنت نقول لكم باللي خطر لو كان ما نحكيوش هذه الامور فيما بعد هذه القضيه نتاع الشيطانه اللي رانا نحكيو عليها وهذه نتاع الكريموجان نتاع اليوم وكذا، هذه ما تعرفوهاش، لازمنا نحكيو هذه الامور باش نمهدوا الحديث نتاعنا. كاين الناس اللي راهم فاهمين يا خويا ماكش محتوم باش تقعد، روح شوف مكان واحد اخر. حنا رانا نتحدثوا عن الناس اللي راه منهم اللي موش فاهم وراهم يتصلوا بيا، والله العظيم يوميا الناس يتصلوا بيا منهم اللي راهم الان راهم يشاهدوا فيا، هم يتصلوا بيا هم يطلبوا مني على جال باش انا ندير مداخلات لانه في اعتقادهم راني صادق معاهم وراني ننقل لهم في حقائق. تالي ما نتكلمش مانيش مشتاق كلام. اذا هما بداوا في هذه المرحله هذه نتاع التحضير لخليفه نتاع بوتفليقه. بداو اولا كاين الناس اللي هما كانوا يسعوا من اجل تاجيل الانتخابات وعقد ندوه وتغيير نتاع الدستور بعض المواد نتاعو اللي يسمح لهم للذهاب الى مرحله. وشفتوا الحيحايه اللي داروها على عبد الرزاق مقري، شفتوها؟ هادو كاين بعض من الناس اللي الان دوك راهم يشاركوا في الغاب نتاعهم ويحوسوا على مخرج تاع الدستور وكذا. شفتوا الحيحايه اللي داروها على عبد الرزاق مقري؟ عاودوا راجعوا فقط. وانا شخصيا انا كنت مع تاجيل الانتخابات وكنت مع عقد نتاع مؤتمر مش ندوه، كنت مع عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج، وما زلت عندي نفس القناعه. وكنت مع نتاع حكومه نتاع وحده وطنيه والله حكومه من الكفاءات ومازالني معاها. من بعد الشيء اللي صرا وشي هو هذا المجموعه حركوا ناس على جال باش هما فقط يستوبيو العهده الخامسه، وكانوا يحوسوا على جال باش يروحوا للانتخابات بدون بوتفليقه. والجماعة اللي كانوا هما مع بوتفليقة بما فيهم القايد صالح كانوا على بالهم باللي بدون بوتفليقة الانتخابات راه ريحت لهم، وبالتالي كانوا عازمين على جال باش يقدموه ولو لمدة بعد ما القضية هذيك نتاع التأجيل ما مشاتش، كانوا يحوسوا يقدموه ولو لمدة نتاع عام وعلى بالهم به باللي صحيا راهو منتهي وراهو خوه هو اللي سير القايد صالح على بالو بها. فيما بعد لما بدا يصرى هذاك الحراك خرجت الامور على يديهم،
كي الجماعه اللي كانوا هما يحوسوا فقط على باش هما يوقفوا العهده الخامسه، كي الجماعه اللي هما مع بوتفليقه خرجت الامور على يديهم وبدات المطالب ترتفع، وبدا الشعب بدا يخرج، بدا يتكسر هذيك السلاسل هذيك وهذيك الاسمو بدات تخرج على يديهم، واللي بداو جماعه تاع الصادات باش ما يجيش واحد دوكا يكسل في فمه راني نسمع فيهم ساعه هكذا، واحد مجهول ما واحد ما على بالو بجدو، واحد قهواجي والله ويحب يدير روحه باللي هو راهو واحد من تاع الحراك وراهو يوجه. كاين بعض من الناس في الولايه نتاعهم ما يقعدوش، يروحوا لولايات واحده اخرى باش يحاولوا على جال باش يطغاو كيما الزيت هذاك فوق الماء، لانه في الولايه نتاعو ما عندوش كيفاش هو يتحرك مع الشعب. يجي يتكلمون انت تشكون انت يا راه يولي هو يروح يخرج لك من جهه واحده اخرى. اذا خرجت من يديهم، لما خرجت من يديهم الجماعه هذو درك اللي هما في السلطه بما فيهم القايد صالح شافوا حلوا درسوا القضيه كما ينبغي ولحقوا القرار نتاع تاجيل الانتخابات. وانا شخصيا كنت اعتقد وموقن من انه قرار صائب، كنت يعني هكذا موقن باللي القرار صائب، خطر عليه راهو جنب الجزائر جنبها مهلكه مهلكه واحده اخرى، خطر كنت عارف باللي راح تكون رده الفعل عنيفه. درك هما لما اجلوا الانتخابات الجماعه هذو نتاع واسمو بوتفليقه ولاو يحوسوا يلقاو مخرج، حوسوا يلقاو مخرج وبداو يفكروا بجديه في هذه القضيه نتاع الندوه الوطنيه، وجا فرحوا باللي رايح يقول لك هذه الجماعه كل صحتهم بما فيهم القايد صالح، جماعة كامل صحتهم ويسمح الجهة واحدة أخرى على جال باش هي تستلم السلطة. وهذو مش ناس ساهلين، هذو نهار اللي هما راهم داروا الدستور خيطوه، لما حط لك هو هذا بن صالح على رأس مجلس الأمة ما حطوش يلعب، ولما حط لك هذاك مدلسي ما حطوش يلعب، ومن بعد حط في بلاصته هذا طيب بالعز ما حطوش يلعب، من بعد القايد صالح لما شاف روحو باللي راهم ليكيدوه خرج قرونو. هذه الحقيقة، واحد ما يغلطكم، وهالكلام راني تكلمتو قبل ما تسمعوا هذيك نتاع الاستقالة نتاع بوتفليقة. دوك الشعب لما خرج بدات المطالب نتاع رحيل النظام رحيل النظام رحيل النظام، قال دوك الجماعه لما قلت لكم انا قسقسوا واسمو القايد صالح هو خرج قرونو، قال لهم دوك نطبقوا الماده 102 من الدستور. درك الجماعه هذو كيما كنت نقول لكم على جال باش ما يكونش الكلام تاعي متناقض، لانه الكلام تاعي انا مانيش نتكلم فيه غير هكذاك، برك قلت لك عاودوا راجعوا الكلام نتاعي المتعلق بسعيد بوتفليقه، قلت لكم باللي سعيد بوتفليقه ما يقدرش يدير حاجه بدون القايد صالح، وقلت لكم باللي هذا المرض نتاع بوتفليقه راهم حاطينه كابتزاز وما راهم يخدموا ومتغطين بوتفليقه، بوتفليقه ما راهوش هو اللي يحكم. وقلت لكم في تسجيلات سابقه اللي يعتقد باللي بوتفليقه راهو يحكم هذا راهو حمار متكسل في راسه، عاودوا سمعوا التسجيلات تاعي. خرجوا له هذه القضيه نتاع 102، قال اودي خلاص درك يا صار دوك انتم تحوسوا علينا، ها هي دوك نخرجوك القضيه 102. بداو يخنقوا فيه. درك الجماعه هذو اللي راني قلت لكم تحدثت فيها في القضيه نتاع الجنرال تاع الهمل نهار القضيه ديك نتاع الكوكايين وكذا، قلت لكم انا باللي فيه بعض الشخصيات اللي هما ممكن يعني يتم استعمالهم في مرحلة ما، وبالتالي الإنسان اللي راهو يحوس السلطة لازم يمهدلها
لازم يكونوا معاه القادة نتاع النواحي، لازم يكونوا معاه القادة نتاع القطاعات العسكرية، ولازم يكون ممجد روحو على المستوى الوطني. هذه راها مطارات، وهذه راها موانئ، وهذه راها دخلات وخرجات وبنوك وإعلام وكذا. ماشي القضية سهلة، خاصة في ظل هذه التكنولوجيا اللي راها موجودة. درك هذه الجماعة لما خرجوا واستخدموا هذه المادة من الدستور، لقى روحو درك هو أمام الحيط. هذو الجماعة نتاع بوتفليقة، الشعب راه برا، والمطالب راه غير تزيد، ولحقوا لواحد الدرجة ونخلاص رايحين في، لازم يفصلوها في أقرب وقت ممكن، خاطر علاش؟ باش انت تقدم انتيا وراها فيها موت. عم بالك انت غير روح نحي واحد، راها تسمى انقلاب عسكري، تسمى يا إما أنك انت تفصل في ساعات، وإما رحت بنت بجماعتك. بالتالي هما عنده دوك هذا البو اسمه الجماعه، مشاو مع القايد صالح، وكاين عنده جماعه نتاع المخابرات في الطرطاق، وعنده تاع الحرس الجمهوري، وكانوا رايحين للقوه، لاستخدام القوه. من بعد هما كانوا يحوسوا على مخرج، يحوسوا على مخرج، لانه خلاص عرفوا باللي خلاص شغل واحد راهو في الوقت الاضافي، لازم هو يستعمل هذيك الدقائق هذيك اللي مزلت له، والله راح خلاص يستعمل في ليكارت تاعو الاخرين. بدل من انه كانوا يحوسوا على تاجيل الانتخابات ويديروا عقد نتاع ندوه وطنيه نتاع كذا، دوك باش يديروا هما نتاع اعلان العجز، تسمى معناتها تمرميده كبيره، فهمت؟ خاطر اعلان تاع العجز وش هو؟ لازم يجتمعوا هادو نتاع مجلس الامه ونتاع المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري وكذا، ومن بعد يروح بن صالح هو اللي راهو راح يخلفه. شافوا فيها لقاوها باللي ماهيش الطريقه اللي تخرجهم. من بعد ولوش ولاو داروا، ولاو فكروا على جال باش يشوفوا مع زروال، تحركوا ناس عن طريق الولايات، من بينهم هذو بعض المشطوبين هذو نتاع الجيش. وقلتها لكم في وقت سابق، والكلام تاعي راه مسجل وموثق، كاين منهم اللي عندهم مطالب اجتماعيه لا شك في ذلك، وكاين فيهم ناس اللي هما راهم محركينهم، قال نطالب بعوده زروال وباش يسير مرحله انتقاليه، ونفسه هو جابوه في التسعينات لتسيير مرحله انتقاليه. وفي القضيه نتاع الوسمه هذيك نتاع الندوه نتاع الوفاق الوطني، ونفسه هذا بن صالح نفسه جماعة تاع المخابرات اللي جابوه قبل ما يجيبوا تفليقة، جابوه جماعة تاع المخابرات حطوه ثم في تاع الندوة تاع الوفاق الوطني، وكان هو في الارندي وعلى رأس الارندي وكذا، جماعة تاع المخابرات هما اللي جابوه. دونك هما كانوا يحوسوا على جلب باش يديروا زروال. الجماعة هذوك بالمرصاد ما كانوش قادرين يستعملوا القناة الرسمية، لأنه تفضح الأمور، قال باللي راه حدث انقلاب وراه كذا، يستعملوا في أمور واحدة أخرى، من بينها قناة تاع الشروق، وخاضوا حرب نفسية إلى درجة وين أنه أنا تحدثت مع بعض الناس حتى من الأقارب تبعي، تحدثت معهم في البلاد، قال لك باللي راهو رعب من خلال الحرب النفسية هذيك اللي كانوا يستخدموا فيها عن طريق هاهم كذا وهم كذا، وهاي العصابة وهم كذا وهم كذا وهم لقاو هكذا وهم جون تاع فرنسا وهذيك وهذيك وهذيك، والناس خايفة. خطر علاه؟ هما لاعبين على العامل النفسي من أجل تذكير الناس بما حدث في التسعينات، خاصة من الناس اللي عاشوا المرحلة نتاع الرعب هذيك نتاع التسعينات، وكاين اختطافات وكاين قتيلة وكاين تعذيب وكاين وكاين وكاين، ويشوفوا في الأهوال اللي راها جارية في ليبيا وفي سوريا. بالتالي بشكل آلي هما تعاود ترجع لهم هذيك الأحداث، ويعاود يرجع لهم هذاك الرعب هذاك. فلما هما فراوها عن طريق القوة، واش ولاو؟ يا إما أنه قال هذا راهو انقلاب، وبالتالي هراب راحين يتحملوا المسؤولية نتاعهم أمام المجتمع الدولي، وإما هو أنه يلقاو صيغة واحدة أخرى. دوك هاد الجماعة نتاع الرئاسة
اللي هما كانوا يدافعوا على بوتفليقه وكانوا اسمه نفس الشيء. جاتهم تبهديله كبيره كيفاش هذا بوتفليقه اللي كانوا يصوروا فيه المنقذ، وكانت المطر نهار اللي جابوا بوتفليقه ولا تتصب بعد ما كان الجفاف، درك صار بوتفليقه ابليس والجماعه اللي معاه عصابه بعد ما كان القائد الاعلى للقوات المسلحه والرجل الملهم والرجل اللي راه انقذ البلاد والرجل اللي نحى الجنرالات نتوع فرنسا نزار والعماري وزيد 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 وزيد، صار بوتفليقه كانه شيئا لم يكن. والو ما دار والو بوتفليقه. بوتفليقه اللي راهو كانوا يصوروا فيها وها وقضى على الديون وراه جاب الوسمو للشباب وراه دار وراه حتى ولاو يسلكوا في الديون نتاع الدول الافريقيه وصاروا حتى يسلفوا لصندوق النقد الدولي. والو ما كان والو، لا طرق ولا مستشفيات ولا جامعات، والو جزائر والو، ولات حاجه ما صار. هاي بعد ما كان امام صوروا فيه امام بوتفليقة ونتاع القران ودارهم الزوي ودارهم كذا ونتاع القران، دا صار ابليس. كانوا يدعيوا له تاع الزوي هذو في الخطب تاع الجمعه، يا ودي راكم شتو جمعه نتاع الجلفه هذه برانيس وهذه قشاشب وهذه كساكس وهذه خرفان وهذه، والناس راها طالعه فوق الجر تجري الزرنا يا خويا. ما عندي ما نقول لك، صار بوتفليقه ابليس. ايام من بعد الجماعه هذو نتاع بوتفليقه لقاو باللي خمو ثاني في القضيه هذه نتاع الدستور نتاع كذا، قال ديروا هذه نتاع الاستقاله، فهمت؟ وقبل ما يعلنوا تاع الاستقاله حطوا الاسم نتاع القايد صالح في الحكومه، وكان فخ كبير الجماعه هذو نتاع القايد صالح اللي راه معاه. لو كانوا ما يديروا رد فعل يفضحوا رواحهم باللي راهم داروا انقلاب، بالتالي قعدوا ساكتين. كيفاش هذا منطقيا؟ برك خدموا العقول تاعكم. هذا الانسان اللي هو المفترض رئيس المجلس الدستوري هو اللي يتكلم في هذه القضيه، يتكلم القايد صالح طبقوا الماده 102، ومن بعد قال راهو تماطل بمعنى انه ما حبوش هذا نتاع المجلس الدستوري ونتاع مجلس الامه، معناتها انه ما حبوش تاع المجلس الشعبي الوطني لانه ما كانوا واقفين معاه. هاوش معناتها من بعد ما داروه في الحكومه ما يقدرش هو يقول باللي ما كانش منها، خاطر كون يقول ما كانش منها معناتها باللي انقلاب خلاص. قعد حابس هما طبقا للماده هذه نتاع واسمو نتاع، خاطر هما داروها ولكن ما على بالهمش بالعواقب واش راهو راه يترتب عليها، حتى داروها ومن بعد بداو يفكروا. دوكا في القانون وفي الدستور لما الرئيس يستقيل يجمعوا في البرلمان تاع مجلس الأمة، من بعد يتولى هذا رئيس المجلس الأمة هو اللي يتولى الرئاسة تاع مجلس الدولة، وكاين فترة تاع 90 يوم في الدستور ويديروا انتخابات رئاسية. نحكيو الحراك هذا دوك من بعد نجيو الحراك، خاطر لازم نفهموا هذه الأمور فيما بعد نفهموا في العواقب نتاعها واش هي. درك هما من الناحية الدستورية راهم داروه، راهم داروا بن صالح، وحتى في حالة ما درك هو هذا بن صالح يستقيل، في حالة ما يستقيل اللي راه يجي رئيس المجلس نتاع الدولة هو هذا طيب بالعيس. ودرك هذو الجماعة نتاع الجيش يعني اللي راهم مع القايد صالح في فخ، خاطر لو كان يتحركوا قال راهو انقلاب عسكري. دونك درك هما هذا الحراك اللي راه موجود
راهو كله متعلق بهذا الوضع. درك هذا القايد صالح واللي راه معاه لو كان ما يتحركوش في هذه المده ما راهمش راحين يقعدوا، غير كون كانيين راهم الجماعه هذو اللي راهم درك مع بوتفليقه راهم عنده. اذا كان راهم قدر القايد صالح والجماعه نتاعو قال لي كيديو جماعه في الصف الاول راهم كاينين في جماعه في الصف الثاني قادرين والله في ربع ساعه نعاودو ريكوبيريو الموقع نتاعهم في ربع ساعه، تتاح لهم الفرصه برك يعاودوا يقندفوا القايد صالح وجماعته. ودركا هذه القضيه نتاع اليوم هذه اللي راها حدثت ماشي غير اليوم برك، عده مرات المفاد نتاعها نتاع الشيطانه هذا نتاع الحراك، خطر الشيطانه نتاع الحراك. كاين بعض من الناس لما كنا نقول لهم باللي يا ودي لابد من تأطير الحراك، كاين بعض من الناس اللي يشوفوا ليها قضيه نتاع مغانم وقضيه نتاع ما على باليش انا نتاع مناصب وقضيه نتاع كذا. لو كان جراه الحراك راه مؤطر، راه عنده الناس نتاعو وراه المطالب واضحه والاهداف واضحه، وناس قال مثلا ما يتشراوش ناس عندهم رصيد سياسي، بالتالي دوك راها كاينه جهه اللي هما يتحاوروا معاها، قال القياده نتاع الجيش راهم يتحاوروا معاها. مادام درك ما كاينش القيادات نتاع الحراك الى درجه صار يجيك انت واحد مثل ما قلتها في تسجيلات سابقه دار فيها السلفي ويعشيك زعيم، واحد دار لك فيها مقوله نحاهم كاع وعاش زعيم قنوات فضائيه تجي فيه وناس تناضل منذ سنوات، واحد داير مؤلفات واحد داير كتب وواحد داير رصيد مانيش عارف كذا سياسي مانيش عارف انا كذا، وناس عندها نضال يعني ما تقدرش تصور، ناس تخدم الليل والنهار واحد ما يهضر عليهم ولا يجبدهم، ويجيك انت واحد دار لك فيها صوره نتاع سيلفي ولا دار لك فيها بوندرول ولا كذا وعاشيك شخصيه وطنيه. درك هما هاد الناس اللي راهم درك هما كانوا مع بوتفليقه مازالهم يتحركوا مازالهم يتحركوا، ودرك كاينين الناس اللي هما في ظل هذا العدم نتاع التأطير ما كانش، راهم كاينين الناس اللي هما راهم يهاجموا في القبائل، باش انا ما عنديش اللف والدوران هذاك، يهاجموا في القبائل ويستخدموا في لغه الاقصاء، وفي المقابل ناس اخرين اللي هما من القبائل ولا من جهات واحده اخرى نفس الشيء، واحد يجيب لك انت الفوطو نتاع بن باديس ويقصي الاخرين، والاخر يجيب لك فوطو نتاع واسمو نتاع معطبل والناس والله ويقصي الاخرين، الاخر واحد يقول لك باللي انا، والكلام هذا قلته انا في الايامات الاولين كانوا بعض الناس لما تكلمت عليه انا قال لك اودي كيفاش انت يا والناس راها خاوه 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 انتم مشي على النار في بعضكم، يروح شوف الصفحات طلع عليهم شوف الناس شوف الشعارات نتاع الناس، لغه الاقصاء موجوده بشكل رهيب الى درجه صارت الناس تدير في وحدتهم. والله العظيم ذاك النهار نشوف في واحد بالك لا عاد راك تشوف فيا، والله كنت رايح نغسلو والله كنت رايح نغسلو، قلت انا ننفرج فيه خلق ربي، هز الفوطو نتاع خويا معروف هو كان في جبهة التحرير وحط الفوطو نتاع سيفاوي ما عنده حتى علاقة به، ويلاه وركب فيها فيلم باللي زعما شغل راهو في فرنسا وها هو مع نتاع ذاك برنار أوري ليفي ومانيش عارف واشي والحركة الماسونية وبطبيعة الحال هذه الأشياء راكم تشوفوا فيها في الصفحات. واش هو شبه هكذا قال مثلا في الصورة ذاك عنده نواظر وذاك عنده نواظر ويلاه وركب لك عليها فيلم مع انه هو عايش في الجزائر ومحامي معروف في الجزائر ومن العائله فيها اكثر من 12 شهيد، يجيك انت ابن حركي
ويجيك انت يتكسل لك ويدير روحك باللي راه هو وطني اكثر منك وراه هو يعرف الوطن اكثر منك. روح اسال العائله، روح ما يعرفك ولا تكلم معاك ولا قعد معاك. تعرف انت الجنرالات او يعرفهم اكثر منك؟ تعرف قيادة في الجيش او يعرفهم اكثر منك؟ بالقانون بصورة بصورة يدخلك الحبس تشويه. هذا النضال، هذا وهذا راه مثل واحد يبين لك الخلفيات نتاع الناس تاع الاقصاء تشويه. كاين حنا دوك نتحدثوا على الحراك، هاو دخل في هذا الاطار نتاع التشويه. مسيرات سلميه مليونيه في ولايات مختلفه، يبعثوك جماعه من البلطجيه من اجل هما الهدف نتاعهم مش هو في العاصمه، من اجل على جال باش يمنعوا المسيرات في العاصمه. هذا هو الهدف نتاعهم الرئيسي. لازم يخلقوا مبررات، يبعثوا مجموعه من البلطجيه باش هما يعتديوا على الحرمات نتاع الناس، يعتديوا على الاملاك نتاع الناس، وكذا باش يهيئوا الاوضاع حتى باش فيما بعد تدخل الجهات. من بعد لما الامن ما يقدرش، لازم فيما بعد يدخل الجيش. انتم اخلقوا المشاكل ومن بعد الناس تحوسكم على الحلول. اذا هذه القضيه نتاع الحراك، هذا قضيه نتاع الشيطانه نتاعو، قضيه متعمده، ما جاتش هكذا، لم تنطلق هكذا برك من جماعه. مازال درك هما راهم يحوسوا على جال باش هما قال درك راهو شاب يحوس على بن صالح يروح يدير استقاله. هذا بن صالح ومن بعد يجي طيب بالعيز لخطر الناس هذوك، قال انتم ما درتوا انقلاب دوك نوريك انا بالقانون وبالدستور. طيحت حجره، نخليك انا حجره من وراك. راح بوتفليقه ما زالت الرئاسه نفسها حاجه ما بوجات، الحكومات والوزارات ما زالتها نفسها حاجه ما بوجات. واش داروا؟ داروا وزراء هذوك راهم في الواجهه برك، لكن الوزارات ما زالتها تخدم من الوراء. هو درك راهو رئيس هذا بن صالح تضغط عليه بزاف المجتمع الدولي، قال راهو انقلاب. تحوسوا على الدستور، ها هو الدستور اخويا، تحوسوا على الانتخابات، هاي انتخابات، روحوا انتخابات والله يسهل. دوكا راهو كاين ضغط شعبي اللي راهو درك هو يطالب بتغيير نظام، ومن حقه ذلك. وانا معكم، انا معكم، ولكن لازمكم تحذروا فقط. حنا ما لازمناش حنا، وهذا الكلام انا ما رانيش نقول فيه على جد باش نتلاعب على العواطف نتاع الناس، انا نستعمل في خطاب عقلي وعقلاني. ما لازمش تفهموا حنا لما ننتقدوا القايد صالح او نقولوا بعض الاشياء تفهموها باللي حنا رانا ضد الجيش، والله ابدا. انا كل ضابط شريف فوق راسي، ورانا خدم عندكم، ولكن ما يجيش انا واحد يديه ملطخه بالدم وملطخ بالفساد ومن بعد يجيو ناس انا يقلبوه لي صحابي. والله يجيو الناس هكذا، قال انت ايه يا ودي رانا على بالنا، يا ودي راه تلعب على راك، وين كنتو انتم ايها الجبناء؟ وين كنتو؟ كتاش انتم بديتو تناضلوا؟ انتم بديتو من 22 فيفري، واش من رصيد عندك انت؟ واش من سياسه عندك انت؟ درت انت واش درت انت؟ يا ما درت والو. ثم راكم من الانتهازيين، جيتو لقيتوها خابزه، حبيتو تصنعوا. روح انت جيب لي تسجيل واحد برك، جيب لي تسجيل واحد برك، كنت تهضر على بوتفليقه ولا كنت تهضر نتاع الجنرالات ولا كنت تهضر نتاع العصابه هذه، تسجيل واحد برك. جي انت يا في درك هاي الله عشيتو ابطال وعشيتو زعماء وكذا، يظن درك هما مازالهم راهم يناوروا، مازلت عندهم هذه القضيه نتاع بن صالح،
وما زلت عندهم الكارطة الثانية اللي من بعدها هي نتاع بالعيز. الجماعة اللي راهم في الجيش مادام درك هما القضية هذه التيكية هذه نتاع الانقلاب راها جاهز، بالتالي هما قال احنا ما درنا لا انقلاب ولا محزنون ولا دخلنا ولا محزنون، احنا فقط رانا شفنا فيه تلاعب بالدستور، وهذا الرئيس راه مريض والناس كامل على بالها بلي راه مريض، ولكن احنا نحوسوا على الاحترام تاع الدستور، حوسوا فقط على جد باش يطبق الدستور. درك هما راه متخفيين بالدستور، متخفيين به خطر علاه. كيفاش انت منطقيا برك كيفاش انت هذا انت راك ضد إصابة ومخليها؟ كيفاش إصابة هذه اللي راهو داير إصابة، راهو هذا دوك راهو معاهم تاع المجلس الدستوري راهو مع الإصابة، ونتاع المجلس الأمة راهو مع الإصابة، ونتاع البرلمان مع الإصابة، هذو هما الرؤوس اللي راهم كانوا هما دايرينهم من الإصابة. والله انت الإصابة برك هو السعيد هذا اللي كنت تروح تضرب معاه البيفتاك وتضرب معاه الروجي وتضرب معاه مانيش عارف انا الكافيار والحبوبه كيما قالوها شخوتنا نتاع وهرن، هذيك عادي نورمال. ودركا ولاتكم عصابه كبيره. شكون اللي كان يحرس العصابه؟ شكون اللي كان يحرس فيها؟ بوتفليقه الناس كامله على بالها بيه، تشوف فيه بالكروسه يقودوا فيه قائد الاعلى للقوات المسلحه فخامه رئيس الجمهوريه. اني خايف غكاش نهار برك تغلط تلقيت صالح في كاش خطاب والله وتقول فخامه رئيس الجمهوريه، خايف غير ديرها برك ودير لنا تبهدله كبيره خاصه على المباشر. يو احرص برك جماعه نتوع القي صالح احرصوا سورتو في المباشر بالكم، تحملوا المسؤوليه تاعكم. الشعب ذرك من حقه، شعب كره من البيستو، كره من الرشوه، كره من السرقه، كره من البني عميز، كره من الجهويه، كره من العنصريه، كره من الرداء، كره من الفساد، كره من الوجوه المقصدره. حوس على وجوه جديده منوره، حوس على ناس تخدم البلاد، حوس على ناس تبكي على البلاد، حوس على ناس تطور البلاد. صار المواطن الجزائري يروح هو لتونس يدير عمليه جراحيه، وين راحت المليارات تاع الشعب؟ وين راحت المليارات تاع البترول؟ دوك الان قال لك واش قال لك راهم يحوسوا يخرجوا ملفات نتاع الفساد، وراهم يحوسوا يعاودوا يخرجوا الملف نتاع الخليفه نتاع السوناطراك. لماذا؟ لتصفيه الحسابات، مش من اجل محاربه الفساد، من اجل تصفيه الحسابات، لانه فيه شخصيات مستهدفه. روح هدر على النزار الشكور تاعك، اهدر على التوفيق الشكور تاعك، اهدر على التواتي الشكور تاعك، اهدر على ربراب الشكور تاعك. روح اهدر على الشكر الكبار، روح الدور لي قال واش دركا او وقيل هذاك بن فليس او متورط في الملف تاع الخليفه، يلا روح نباري له طريق. قال واش او هذاك ابو جره سلطاني وقيل راه واش ما عنده شهاده ولا ديك نباري له طريق. روح الحوت الصغير هذاك، روح الكبار، روح للمعالم الكبار، فهمت؟ روح للحركة الماسونية اللي راه تدور لك ثما يا طحاحنا، سنوات هما قاعدين مع شعشينكم ثما، قاعدين نتوما قاعدين تلتيو في الغاشي بالوسمو، دوكا جايين تهضروا على الوسمو. إذا المطالب نتاع الشعب واضحة، المطالب نتاع الشعب هي أنه يكون هناك تغيير حقيقي في البلاد، ولكن للأسف الشديد هو أنه منذ بداية نتاع الحراك كاين هناك، رغم أنه الناس راه تخرج مع بعضها، راه الناس تخرج، ولكن عملية تاع الإقصاء موجودة، بدليل رانا نشوفوا في ناس
اخر تسجيل شفته على مصطفى بوشاشي، ديغاج ديغاج على واه ديغاج. جزائر تاع باباك، جزائر ملكك. هو مصطفى بوشاشي تختلف معاه، انا شخصيا انتقدته، تسجيل راه موجود في اليوتيوب. ولكن مثل ما قلت لكم في تسجيلات سابقة، يجب التفريق بين الإقصاء وبين الانتقاد. ننتقدك ولكن لا أقصيك. تاع باباك تزاير هذه، تاع باباك تجي انت واحد، انت دوك المسيرة تاع امك هذه، تقول انت الناس ما تمجيش. وعلاش او ولد هذا مصطفى بوشاشي راه ابن شهيد، ابن شهيد. دوك كاين بعض من وسمو يقول لك باللي هي هذه قضيه نتاع ابن شهيد. يا ولات نولي نقول في كلام كبير. تمرمد هذا مصطفى بوشاشي، تمرمد في الصغر نتاعو، فهمت؟ تمرمد، تعرف شو هو تمرمد؟ تمرمد في الصغر نتاعو. من بعد تجي نتايا في 2019، الناس كانت تناضل منذ سنوات، الوعي هذا ما طاحش عليكم من السماء، خاصة من الناس اللي قراو عند بن غبريط وعند بن بوزيد. جبناء، ما كانش فيكم واحد كان يتكلم عن النظام. ومن بعد كسرتوا كلكم ابطال قنوات فضائيه ويتكلموا ويهضروا على يحيى ويهضروا على كذا ويهضروا على كذا، صاروا كل ابطال. كاين منهم راه منكم اللي عندهم تسجيلات كانوا يضربوا في الشتاء البوتفليقه بال مانيش عارف كيفاش. علاه انت يا خويا؟ قال بوشاشي مثلا، انا اختلف معك. قال مثلا ما تحطش روحك مثلا باللي راك انت قال مثلا ممثل الحراك ولا كذا، ولكن لا اقصيه، ننتقده. قال مثلا يجي الولايه، قال مثلا انا ماذا بي على جال باش الناس اللي راهم يشطوا، كل واحد يجي في الولايه نتاعو. كلام منطقي، كلام عقلاني، كلام موضوعي. قال مثلا انا ما تجيش الولايه ماشي لانه رانا نكرهوك ولا ما نحبوكش، والله قال ودي الناس راه عندها حساسيات وناس راه عندها خلفيات وكذا، ماذا بينا على جال باش انت تروح تنشط في العاصمه، راك بحكم انك راك تسكن انت في العاصمه، هذا انت العاصمه قول له ما تجيش. ويروح الولايه واحد اخرى يروح الاضرار يقول له ما تجيش، وين يروح؟ وين يروح؟ يو بلادو، يو بلادو، حبيت ولا كرهت. من تكون انت على جال باش انت تقول هذا، انت تقول له تجي ولا ما تجيش؟ شكون؟ شعب راهو برا. من تكون انت بروحك تقول باللي هذا ذوك انت راك ضد التعطير، وانت يا تعطي في التعليمات للناس انت ما تجيش، انت راك مؤطر، انت راك ممثل نتاع الحركة هذا، باش انت تقول لواحد انت. قال لك واش فخامة الشعب؟ فخامة الشعب يا سي محمد، مواطن يحط روحو شعب ويصير هو يمد في تعليمات الناس، والناس تتبع دون استخدام العقل نتاعها. بهذه الطرق هذه انتم اللي خلقتوا هذا الاحتقان اللي راهو موجود. الناس راها دركا جهارا نهارا تعلن في الايديولوجيات نتاعها عبر الشعارات، رانا نشوفوا فيها عبر الشعارات. وكاينين الناس اللي هما يا صاحبي هذه الازمه، هذه السجون، هذه المعتقلات، والله العظيم مرات يا جماعه الخير قسما بالله، غير كاين بعض من الناس غير تقول يجي يتكلم معايا نبزق له على وجهه باش يفيق. يو قد ما تعيا تبرح، قد ما تعيا تعيط، قد ما تعيا تحذر، قد ما تعيا تسمو والو. كي شغل كيما يقولوا في البلاد هذاك تغسل له في وجهه بالمرقه. الناس تحوس غير هذا كما تلقى السبه، خاصه في ظل هذا الاعلان. قادر انت بشعار رحت، شعار واحد
فوتو راحت خدمة ليك اللي خدمتها كامل غبرت. وناس هكذا كتمت في الكادوات بالمجان، ما تعظوا لا بالسجون، ما تعظوا لا بالمعتقلات، ما تعظوا بالتعذيب، ما تعظوا بالقتل، ما تعظوا بالنفي، ما تعظوا بوالو، وما زال يكرروا في نفس الأخطاء، وكأنهم كل ما ذاق الأمر بهم يلا يبدأ يجبد فيهم النظام. حتى إلى درجة اليوم هذا سمع فيهم معنا قال لك ها ملقاو مجموعة انت إرهاب ومانيش عارف أنا واشي واشي. من هو المتضرر من هذا نتاع الوسمو هذه الحركة؟ شكون هو المتضرر؟ أغلبية كاش منها، أغلبية راها في الشارع راها تطالب برحيل النظام. إذن فيه أقلية ماكرة هي اللي راهو ما يخدمهاش هذه الحركة وراها تسعى ليل نهار من أجل إجهاضه. يستخدموا في ملفات مختلفة، والتسجيلات نتاعي راها السابقة راها موجودة وموثقة. لما كنت نحذر ولما كنت نقول لكم بالاك أيها الإسلاميون، ولو أني راني ضد هذا المصطلح هذا ولكن راه موجود، بالاكم بالاكم يا خويا. تدخل في حركة تدخل روح جي في الصف الثاني جي في الصف الثالث، تجيك قناة فضائية يا ودي راه مختصين يجي وتكلم معك، ما تكلمش يا خويا. هما راهم يجيو يشوفوا روحو، يشوفوا واحد عنده فيها الحياة يشوفوه يخوف هكذاك، يجيبوا واحد يلا راهو داير لك حل في عينيه وداير فيها بريطة نتاع افغانستان ولا ذيك وروحوا ليه. واش رايك في الحراك واش رايك في كذا من اجل بعث صوره للخارج قال يعني شوفوا راهم الاسلاميين راهم اللي حكموا الحكم راهم كذا، وعندهم الاقلام نتاعهم المرتزقه اللي سميتهم انا في وقت سابق المارينز، كتاب المارينز، وجماعه يجيو لهم فيق لروحك، فيق يا بريق، فيق لعمرك، فيق لعمرك، فيق البلاد راها مستهدفة. كلتكم غير السجون والمعتقلات، مازال ما فتش صاحبية. يستعملوا فيك اجبد روحك، تفهم العربية ولا ما تفهمش؟ اجبد روحك لهيه، روح جي في الصف الثاني جي في الصف الثالث جي في كذا. يا خويا جيت تهضر معايا قناة فضائية ما نجيش، روحهم كاين ناس اخرين، كاين ناس اللي راهم هما مش مسؤول، خاصة من الناس هذو اللي راهم دوك هما داخلين السجون، والناس اللي كانوا في الجبال، والناس اللي راهم كانوا بمجرد هو انك انت تدخل راك تفزت، فهمت؟ جماعة راه جاية في بلاصة انت يحط جيك في الباب هاو الغول. احنا منذ سنوات وحنا نكسر في الحواجز النفسية انت تقلب فيها، نكسر فيها حاجز بعد حاجز، لا تحاول تقلبها، طايح في البياج نتاعهم، تخدم فيهم كل ما ذاق بهم الحال تخرج انت تنفس عليهم. اش بتروحك يا صاحبي؟ خلي الناس على بالها، راه الناس على بالها باللي راه الناس تعذبت وناس سجنت وناس راه دفعت الثمن، راه الناس على بالها، ولكن ما تعطيش الفرصة. راه كاينة أجيال جديدة يا صاحبي، خلي لي جون هذا، خلي عليهم يعبروا بطرق نتاعهم، خلي عليهم يعبروا. انت ادخل جزائري مثلك مثل باقي الناس، من حقك باش تشارك، ولكن ما تتقدمش للصفوف الأمامية، تعطي لهمش الفرصة. مش انت قال وضك انا اوكي انا ثاني، حتى انا ثاني نفرض روحي، فهمت؟ ومن بعد هذه الصراعات اللي راها موجودة هذه كل واحد يجبد في جبدته، فهمت؟ اللائكيين يجبدوا في جبدتهم، الناس اللي عندهم توجه اسلامي يجبدوا في جبهتهم، الجماعة اللي راهم قال مثلا من الشيعة فرصة يجبد الجبهته، والجماعة نتاع السلفية يجبد الجبهته، والصوفية يجبد الجبهته، كل واحد يجبد في جبهته، والمستفيد شكون هو؟ هذه الأقلية
اللي هي فيما بعد تستعمل هذيك المتناقضات وفيما بعد تدخل البلاد تدخلها في الحيط. لذلك لازم الناس تبدل الطرق نتاع تعبير. وأنا تحدثت في تسجيلات سابقة ولا بأس هو أن أذكر يا الإخوة، إذا كان فعلا تريدون التغيير في البلاد، إذا كان فعلا تريدون هو أن هذا الحراك ما يفشلش، لابد هو أن الناس تغير الطرق نتاع التعبير تاعها. والتغيير مثل ما قلت لكم، التغيير مش فقط هو تغيير الأشخاص والله، تغيير الهيئات. التغيير لا يعني فقط الرئاسة ولا يعني فقط الدستور، تغيير من بين الأشياء المتعلقة بالتغيير هو التغيير تاع السلوك، تغيير تاع المفاهيم، تغيير تاع العقليات. لازم الناس تغير من الطرق نتاعها. نعطي لكم كأمثلة باش ما نبقاش في الكلام هذاك العام. وعارف باللي بعض من الناس اللي ربما لما تكلم كلام هكذا ربما منهم حتى اللي يضحك، ما يهمنيش فيكم. من بين الطرق نتاع التغيير دوك الان، قال مثلا اليوم مليح هو انك تشوف نتاع العاصمة الناس بكامل برا، مليح. ولكن تخيلوا يبقى هذا الحراك يبقى مستمر ولكن بطرق واحد اخرى. دوك نتا لما تخرج الناس دوك راها بالطرق هذه، راكم شفتوا اليوم في العاصمه يضربوهم بالغازات. تخيل انت دوك الناس هذو اللي راهم خرجوا في العاصمه ويديروا حمله تاع تنظيف في العاصمه يضربوهم بالغازات، حمله تاع تنظيف، حمله تاع تشجير، زيارة نتاع المرضى، معاونة نتاع المحتاجين. وهذا الناس اللي راهم دركم ما يتربوا وداروا رواحهم دركم راهم ملتحقين بالحراك وكذا، ومليح سيدي يشاركوا. الأطباء ديروا يوم تبرعوا فيه، هاي شيش اللي كانكم رجال، ديروا يوم تبرعوا فيه، يوم في الأسبوع ما تخرجوش المزيرات، ولا اخرجوا بالطابليات نتاعكم، فهمتوا؟ خرجوا بالطابليات نتاعكم في كل اسبوع وداويوا الناس اللي يطيحوا في الطريق. المحامين نفس الشيء، ديروا يوم في الاسبوع تبرعوا به للمحتاجين. والله لازم الناس تخرج في مجموعات، كل واحد يلبس البذله نتاعو في المسيرات هذه. قال المحامين يلبسوا الجبب نتاعهم، الاساتذه يديروا هذوك المآزر نتاعهم، الاطباء نفس الشيء، على جال باش تكون فيه راها كيما نقولوا جهات مختلفه في هذه المسيرات. والطرق نتاع التعبير لازم تتبدل، ما تبقاش فقط هي محصوره في المسيرات حتى باش الناس ما تملش. يا الناس راها في الصلاه لما تصلي بنفس الصورة تمل، ما بالك تبقى انت الناس تحرف وتعاود الناس في نفس الكلام. بدل الطرق نتاع التعبير اخويا، جيب طرق واحد اخرى اللي فيما بعد انت تفرض واقع للناس، ما تبقاش انت دوكا معطل أمة معطلها وقاعد انت خرج انت طرق مسكرة طرق كذا، الناس ما تخدمش. هذو اللي راهم دوك في الشرطة هذو خير، راني قلتها لكم، قلت لكم راه مع مرور الوقت، راهني قلتها بالتسجيلات وقلتها كتابة، راها موجودة في الكتاب تاع المصالحة مكتوبة نتاع التغيير عن طريق الانتفاضة او طريقة عن طريق راها موجودة مكتوبة. هاد الناس اللي راهم في الشرطة ولا راهم في الدرك ولا راهم في الجيش، طول نتاع المدة هذه هو يولي يعيا، ومن بعد هو تحت الضغط هذاك قادر في لحظة ما يفقد الأعصاب تاعو، ومن بعد يتصرف هو تصرف اللي قادر فيما بعد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. يدي يا إما أنه يدير قصة في عمره والله للناس اللي قدامه يروزهم. لذلك أنتم يا أخويا معليش، يكون مسيرة في الأسبوع مش كل يوم،
مسيرة في الأسبوع تخرج الناس، ويكون يوم ثاني قال مثلا الناس تدير مسيرة بالجمعة على المستوى الوطني، يوم السبت يكون يوم نتاع عمل واحد اخر، تخرج الناس تعبر. يا سيدي دير قال مثلا دوك مثلا قضيه هذه نتاع راه الناس دير رياضه موسيقى، عبر بطرق واحد اخرى، جيب دير الموسيقى قال مثلا اغاني اللي هي تنتقد في الفساد، هذه الاغاني ما تبثها لا التلفزه ولا تبثها واسمو، جيب انت اغاني قال مثلا اللي هي تنتقد الفساد، مسرح، مسرح على الهواء الطلق، دير انت مسرح، مسرحيات اللي انت تعالج بها هذه المشاكل، انتفاضه بطرق واحد اخرى، ثوره فكريه، فهمت؟ ثوره فكريه، يجي واحد قال مثلا يعرض كتاب نتاعو، ديبا بدل من انك ديرها انت في التلفزيون ديرها برا القنوات التلفزيونيه، نعطيكم افكار، هزوا اخرجوا ديروا ثم ديروا دي ديبا، ديروهم برا على المباشر، دي ديبا هذوك الحلقات اللي راكم تصوروا فيهم انتما في استديوهات خليوهم برا، خليو الشعب يشارك ثم، وما تبقاش الناس فقط هو انه في مسيره والناس يلا تعاود ترجع في 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 حاجه شغل الكلام هذاك اللي يشتروا فيه صباح مساء، طرق كثيرة اللي تقدروا تعبروا بها. دير قال تورنوا تعفوت، ومن بعد الناس هذو جماعة اللي راهم مشاركين راه الناس شعب كامل مشارك، بدل من أنه دير قال مقابلات ودية، قال اليوم نتاع البرج مع نتاع العاصمة، اليوم نتاع قال مثلا نتاع وهرن مع نتاع تيزي وزو وكذا، والمسيرات يقدر فيها وسمو يكون فيها نيشونج بين الناس هكذا، ما تبقاش الناس نفس الوجوه قاعده في نفس المكان، ويكون فيه يعني حراك بشكل واحد اخر، ما تبقاش الناس هكذا انت ومن بعد يولي فيه استفزازات ومن بعد يولي فيه امور ومن بعد تروح تراك، لازمك تستعمل الوقت، هما يستعملوه يستعملوا عامل الوقت انت استعملوا، ولكن مش بغرض انت قال انت تستفز، والله عبر بطرق واحد اخرى وبالك طويل، دير مسيره قال مثلا من الجمعه للجمعه، بعد صلاه الجمعه تخرج الناس، بعد صلاه الجمعه وتتفرق وتلتقي الناس في كذا، ولكن يوم السبت يكون حاجه واحد اخرى، قال مره للتشجير، مره للتنظيف، مره كره القدم، مره موسيقى، مره كذا مره كذا، وطول بالك الى غايه هو انك تفرض هذا الامر الواقع على الناس، هذو اللي راهم في الصوت، هاد الجماعة هذوك اللي راكم دوكا في الجيش أمامكم فرصة تاريخية، ما تخفى لي لا بن صالح ولا بالعيز، هذا ما تخفاش بهم ولا تخفى لي بالدستور، الشعب يريد تغيير حقيقي، إما أنكم راكم مع المطالب نتاع الشعب، المطالب نتاع الشعب واضحة، والدليل في ذلك الخروج على مستوى 48 ولاية، والناس راها تريد تغيير حقيقي، اما انكم تستجيبون للمطالب نتاع الشعب ومن بعد تروح الناس وحده وحده، واما هو انه راهو راح يسجل عليكم التاريخ بصفحات سوداء لانكم خنتوا الامانه نتاع الشعب. حقيقه هو انه الجيش راني قلتها في تسجيلات سابقه مستهدف، الان الشعب راهو يسعى يطلب من الجيش على باش يحميه، ثم تحوسوا الجيش باش يحمي الشعب باش يحميكم، ولات الدنيا معكوسه، الجيش خلق لحمايه الشعب وليس الشعب لحمايه الجيش، ثم اللي عندكم السلاح، ثم اللي عندكم الملفات، توم اللي عندكم القوة، توم اللي كلش في يديكم، الشعب أعزل، لا حول له ولا قوة، شعب راهو شد في ربي فقط، وراهو يدعو الليل والنهار على جل باش يتحسن هذا الوضع، وباش
يخرج من هذا الكابوس اللي راه يعيشه. لذلك الآن أمامكم فرصة تاريخية، فرصة لا تعوض، على جلباش تخرج الجزائر من هذا المأزق، تبني جزائر جديدة. عندنا طاقات، عندنا أفكار، عندنا مشاريع، عندنا رجال، عندنا باحثين، عندنا علماء، عندنا مهندسين، وعندنا الكثير من الكنوز اللي راها موجودة في الجزائر، وقادرين على جلب باش الجزائر تمشي وتنهض. أمامكم فرصة تاريخية، وهذا الشباب اللي راكم انتم درستوا في الجزائر ولا شك في ذلك من الطاقات الوطنية، ما لازمش يجيوا يحشيو لكم هذا الناس بأساليب مختلفة، هذا راهم ضد الوطن، وهذا راهم أيادي أجنبية، وهذا كذا. ما لازمش يلعبوا لكم، خاصة هذا الناس الطلبة الجامعيين. والله عارف باللي كاين منكم اللي راهم فايقين، وكاينين الناس اللي هما مدخلينهم في هذاك الإطار هذاك تاع التحزب هذاك حتى يعميوهم، وناس مخضرين أيضا ثاني في الجيش والله، من خلال التعصب ومن خلال الجهوية هذيك والله، ثاني كيف كيف يعميوهم إلى درجة أن يولي يشوف فيك أنت ناموسة قدامه. ما لازمش تطيحوا في البياج نتاعهم. إذن راني عطيت لكم حوصلة على هذا القضية، أتمنى هو أن راني وفقت على جال باش ما نطولش بزاف. إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات والله، ممكن نديروا نقاش هكذا خفيف بيناتنا هكذا، نسمع الناس اللي راهم كانوا يتبعوا فيا. هذه هي الكلمة نتاعي، ربما راه بانت لكم بعض الأفكار أو ربما بعض الملاحظات أو بعض الأشياء اللي ربما تفيدوني بها. أنا الآن نسمعكم. أكتفي بهذا القدر، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلتقي بعد قليل.